مساء الخير واهلا بحضراتكم في مناسبه جديده. الاهلي بياكد لكل جماهيره انه الاهلي دايما بمن حضر. بدايه قويه جدا للاهلي في بدايه مشواره في افريقيا رغم غياب سته لاعبين، سته دوليين، لكن الحقيقه ما حسيناش بغيابهم والاهلي كشر عن انياب البطل. حقيقه مباراه فيها عدد كبير جدا من المكاسب، بدايه طبعا الرساله المهمه لكل الفرق اللي بتنافس على لقب دوري الابطال انه الاهلي حاضر وجاهز، واهم من كده طبعا انك تكون صاحب اعلى انتصار او اعلى فوز في الجوله الاولى من دوري الابطال وتحقيق ثلاث نقاط مهمه جدا في بدايه مشوار النادي الاهلي. حاجات كثيره جدا ايجابيه، محمود وحيد حاله من الحالات الايجابيه امبارح، تسجيل بواليا الهدف حاله من الحالات الايجابيه امبارح، وبالتاكيد الحاله العامه للفريق اللي اكدت انه رغم انك انت في 10 ايام خط ثلاث مواجهات في غايه القوه في غايه الصعوبه الا انه النادي الاهلي كان حاضر وبقوه. الحاجه الوحيده اللي يمكن تقلقنا شويه هي اللمسه الاخيره اللي بعتقد هتكون الشغل الشاغل لمستر موسيماني في الفتره اللي جايه، واللي لو كانت حاضره امبارح كان الاهلي فاز بسكور كبير. مساء الخير على حضراتكم.